ننتقل إلى موضوع لربما أكثر إثارة في هذه الأيام. لا يخلو أمر الرياضة أو السياسة من بعض، الرياضة والسياسة متعلقة في بعض، وكرة القدم لربما استبدل المواطن العربي رموزه السياسية بنجوم كرة القدم العرب. هذا ما سنعرضه لكم في هذا اليوم من خلال المقال الذي اخترته لكم عن المونديال. النكسة وكأس العالم، مقال نشر على صفحة موقع رصيف 22 بقلم مكرم رباح. إن كأس العالم لكرة القدم مناسبة جامعة لكل البشر بمختلف أعراقهم، وفرصة للاستمتاع بشهر كامل من المنافسة الرياضية الشيقة التي تجعل الهواة الموسميين للعبة يتمسمرون أمام شاشات التلفاز لمتابعة فرقهم المفضلة. أما هذا العام بالتحديد للعرب حصة كبرى في المونديال مع مشاركة 4 منتخبات عربية، السعودية ومصر وتونس والمغرب، وهي مشاركة تعتبر الأعلى منذ بداية مباريات كأس العالم سنة 1930، مما دفع ب400 مليون عربي إلى اعتبار المونديال فرصة لإزالة أثار النكسات السياسية والثقافية التي أصبحت ملاصقة لهم كحضارة عريقة فقدت مكانتها تحت الشمس. بعد المحاولات المتعاقبة والفاشلة للنهوض بالعالم العربي سياسياً واقتصادياً، استبدل المواطن العربي العادي رموزه السياسية والإصلاحية كصلاح الدين الأيوبي والأمير شكيب أرسلان وجمال عبد الناصر بنجوم كرة القدم العرب من أمثال الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي سحر العالم بأدائه وأخلاقه العالية. المتابع لمباريات المنتخبات العربية وفي بعض الأحيان المنتخب الإيراني يصبح بالفعل ضغط الجماعة والمعلق العربي سجين نوع من القومية العربية المستجدة التي تجعل تشجيع الفريق الخصم بمثابة خيانة قومية عظمى يعاقب عليها بالموت الاجتماعي. المشكلة الأساسية لهذه الظاهرة تتمثل بكون الفرق العربية المشاركة في آخر المطاف مجرد انعكاس شعوبها، لا يختلف أداؤها الفني الكروي عن وضع مجتمعاتها السياسي والاجتماعي المتردي، والخسائر المتعاقبة للفرق العربية الأربع حتى الآن هو خير دليل. كرة القدم كالإصلاح السياسي هي مشروع جماعي يتطلب سنوات من التحضير الثقافي والبنيوي قبل أن يتمكن العرب من التفكير في مقارعة الغرب الذي ينعم بالمقدرات المادية الكبيرة وبخطط عمل مستقبلية مرتبطة بمؤسسات عريقة تستمر بغض النظر عن الأفراد. الرهان على موهبة الفرعون محمد صلاح الفردية لهزيمة المنتخبات الغربية بمفرده لا يختلف بتاتاً عن وهم العرب سنة 1967 بأن المارد الأسمر جمال عبد الناصر قادر على رمي اليهود في البحر وتحرير القدس، وصوت أحمد سعيد وعلي محمد علي لن يغطي على المأساة العربية المستمرة. العرب لا يزالون بعيدين كل البعد عن تقديم نموذج في أي من المجالات ومن ضمنها كرة القدم ليبرهنوا للعالم بأنهم على الطريق الصحيح نحو نهضة فكرية أو حتى رياضية. إن محمد صلاح وقصة نجاحه هي مميزة بالدرجة الأولى، كونه استطاع تحقيق الكثير ليس لأنه عربي، بل كونه استطاع الوصول إلى النجومية بالرغم من أنه مواطن عربي لم ينل أي تشجيع من شعبه ودولته. للأسف سيفشل محمد صلاح ورفاقه في المنتخبات العربية الأخرى في التأهل إلى الدور الثاني، تاركين ورائهم الملايين من العرب الباحثين عن أصنام أخرى تقودهم إلى النصر. هذا الواقع المرير والعقلية السائدة هي النكسة الحقيقية المتجددة التي تجعل الأجيال القادمة من الشباب العربي شركاء في نكسات على مد النظر.